السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. هبدأ معاكم مراجعة الميدتيرم. أنا عندي بسرعة كده على الأساسيات بتاعة المادة علشان نتابع ونشوف مسائل الامتحان بشكل عامل ازاي. في قبل الميدتيرم اتكلمنا على شابتر 1. شابتر 1 هو اسمه كينيماتكس اوف بارتيكلز، والمقصود بيه إن أنا بدرس أبعاد الحركة بتاعتي اللي هي إزاحة وسرعة وعجلة. بدرس الكلام دوت من غير ما أدرس مسبب الحركة، بدرس خلال فترة زمنية معينة اللي هو الزمن بتاعي اللي هو تي. طيب الدراسة دي بتتم ازاي؟ بتتم يا إما بستريت لاين موشن زي ما أنا هاخد في الشيت الأولاني، يا إما بكيرفلينيال موشن زي ما موجود في الشيتات اللي بعد كده. ستريت لاين موشن ده موجود في شيت واحد وموجود في شيت اتنين. لو أنا شغال في ستريت لاين موشن في شيت واحد، بشتغل بس بالمعادلات الأساسية بتاعتي. المعادلات الأساسية بتاعتي مفيش جديد عندنا، إحنا كنا واخدينها قبل كده وعارفينها ومتعارف عليها. السرعة الموجودة عندي عبارة عن تفاضل الإزاحة بالنسبة للزمن. رمز السرعة عندنا دي الإزاحة هو إس والزمن اللي هو تي، والعجلة بتساوي تفاضل السرعة بالنسبة للزمن. طيب دي المعلومات اللي إحنا عارفينها سابقا من قبل ما نخش حتى في الميكانكس، كنا عارفينها من ثانوية عامة. الجديد عندنا، إن شكل العجلة ممكن يأثر لي في شكل الصورة النهائية للقوانين الأساسيين دول. بمعنى إن أنا ممكن يكون عندي وأنا شغال خط مستقيم إن يكون العجلة بتاعتي بتساوي صفر. طب إمتى العجلة بتساوي صفر؟ لو أنا شغال بحاجة اسمها يونيفورم فيلوسيتي. طب في الحالة دي مش محتاج أعمل عملية التفاضل، ممكن الصورة التفاضلية دي تستغنى عنها وأقول يبقى الجسم طالما هو ماشي بسرعة ثابتة، ده معناه إنه بيقطع إزاحات متساوية في أزمنة متساوية. حالة تانية إن يكون العجلة اللي عندي ديت عجلة ثابتة، العجلة نفسها هي اللي ثابتة، اللي هي حالة اليونيفورم أكسلريشن. طب في الحالة ديت ممكن أستخدم قوانين العجلة الثابتة اللي هي قوانين نيوتن، بس هم جايين من قانونين أساسيين اللي هو الـ V والـ A، فده معناه إن قوانين نيوتن أساسهم اتنين. فدول قانونين أساسيين اللي هو الـ V بيساوي V نقط V نهائيا بيساوي V نقط زائد الـ A في T. القانون الأساسي التاني اللي هو الـ S بيساوي S نوت زائد V نوت T زائد نص A T تقريبا. أمال القانون التالت بتاع نيوتن ده جه منين؟ جه من حل المعادلات اللي هي المعادلتين دول مع بعض رياضيا بدلالة الزمن، شهادة الزمن، وجه العلاقة ما بين السرعة والإزاحة بمعلومية العجلة. فأنا لو أنا شغال في أي فترة من الفترات بتاعة المسألة بتاعتي، أخلي إن أنا أستخدم قانونين من التلاتة، عمري ما هستخدم التلاتة. أنا بتكلم على فترة محددة. طيب وأخد بالي إن العجلة دي بالنسبة لي ممكن تكون تزايدية أو تناقصية على حسب ما يقول لي في السؤال. تناقصية بمعنى deceleration أو breaks أو decreasing أو أي دلالة عن إن أنا العجلة بتاعتي بتبقى بإشارة سريعة. والأكسلريشن دي التزايدية، يعني الإشارة بتاعتي هتبقى مرنة. طيب فرضا إن العجلة اللي أنا دفعتها في السؤال كانت دالة في الزمن. طب طالما دالة في الزمن يبقى مش هعرف شكل القوانين، هستخدم القوانين بصورتها الأساسية، إن الـ V بيساوي دي إس على دي تي والـ A بيساوي دي بي على دي تي. طبعا أنا مش كل مرة هبقى مديك العجلة نفسها، أنا ممكن أديك الـ S ومن الـ S أطلب منك الـ V ومن الـ V هطلب منك الـ A. ففي الحالة دي بنعمل عملية تفاضل. أو لو انا منديك العكس، منديك العجله نفسها هي اللي داله في الزمن ومحتاج ال V او محتاج ال S، هعمل عمليه تكامل. طيب الجديد علينا ان احنا ممكن يكون العجله دي داله في ال S. داله في ال S هو يعني ايه داله في ال S اصلا؟ يعني انا ممكن يكون في راس السؤال بتاعي العجله بيساوي 6 S تربيع، فده معناه ان العجله داله فين؟ في ال S، يعني تغير بتغير ال S نفسها. طب في الحالة ديت لو أنا استخدمت الصورة ديت اللي هي الـ A بيساوي دي في على دي تي، هلاقي في عندي ثلاث متغيرات في السؤال، الـ S والـ V والـ T. فأنا بلجأ لإن أنا أعمل قاعدة سلسلة ما بين يعني في قانون العجلة، إن أنا بضرب في دي إس على دي إس. طب لما استخدمت الـ Chain Rule أو قاعدة السلسلة دي، فبقى متاح معايا دلوقتي دي في على دي إس اللي هي الصورة اللي قدامي ديت، ودي اس على دي تي اللي هي ال V، فبوصل للصورة النهائية بتاعتي اللي هي ال A بيساوي V دي في على دي اس. وفي الحالة ديت ممكن أعمل تكامل
لو انا داله فين؟ في الاس. طب لو انا داله في الدي، ممكن في الحاله دي ابقى استعمل الصوره ديت او الصوره الرئيسيه بتاعتي. يبقى انا دلوقتي لو هشتغل في قوانين الخط المستقيم، طبعا دي مراجعه سريعه، ده مش تفصيليه، الكلام ده واخدينه على مدار المحاضرات. فانا لو شغال في الخط المستقيم ممكن استعمل اي حاله من حالات العجله اللي انا شفتها دي. وزي ما نبهنا قبل كده ان انا في راس السؤال في كلمات بالنسبه لي بتبقى فاصل، يعني لما اجي اقول لك انا بتحرك من سكون، ده معناه ان السرعه الابتدائيه بصفر. كلمه البدايه ديت لما انا اقول لك بدايه بس واسكت، يعني ما جبتش بعدها كلمه راس ديت، البدايه ديت مع ليها علاقه بالزمن، يعني مع عند تايم بيساوي صفر، لكن ما لهاش علاقه بالسرعه. امتى اقول ان السرعه بصفر؟ لو قال كمل الجمله وقال ان انا بادئ من ريست. طيب برضو كلمة ديسريت لسه قايلينها، عجلة سايبة، كلمة اكسريت عجلة موجبة. طبعا البي دي اف دوت هيبقى متاح معاك في اللينك للفيديو ده. طيب في حاجة مهمة جدا برضو، لما أكون أنا شغال في ستريت لاين موشن، وساعتها أقول لك أنا كنت ماشي في اتجاه معين وابتديت أغير الاتجاه الناحية التانية. أنا ما عنديش في الستريت لاين موشن إن أنا أبقى ماشي كده وبعدين آخد كيرف كده وبعدين أرجع، أنا ما عنديش الجزء ده. فده معناه إن أنا علشان أعمل رجوع من الاتجاه ده للاتجاه العكسي، ده معناه إن أنا لازم أغير اتجاه الحركة، أو بمعنى أصح لازم أقف وقوف لحظي علشان الجسم بتاعي يقدر يتحرك لورا. فده معناه إن السرعة عند نقطة تغيير الاتجاه بكام؟ بصفر. دي ملخص، ده ملخص سريع كده على الجزئية بتاعت الستريت لاين موشن. تعال نبص كده في امتحان السنة اللي فاتت ايه بالظبط اللي كان موجود على الستريت لاين موشن على الشيت الأولاني، وهل السنة دي ممكن يبقى فيه على الشيت الأولاني ولا لأ. ده كله معتمد على يعني الدكاترة والصورة النهائية للامتحان، وانت المفروض تبقى مذاكر من شيت واحد لحد شيت خمسة. دي صورة كده مصغرة من الامتحان بتاع السنة اللي فاتت. عايز انبه بس على الارقام البلوز بتاعتنا، التظليل بتاعها، يا ريت الناس تاخد بالها احاد، يعني الخانة اللي هي اقصى اليمين، محدش يقول لي انا بكتب انجليزي او بكتب عربي، الانجليزي او العربي الاحاد اقصى اليمين، والخانة اللي بعدها العشرات، الخانة اللي بعدها المئات، الخانة اللي بعدها الالوف، والناس تظل كويس علشان ما يحصلش مشاكل في التصحيح الالكتروني. ودي الأسئلة بتاعتك والاختيارات بتاعتك في البابل شيت، واحنا خلاص يعني ده الترم التاني، فالمفروض الكلام ده بالنسبة لنا بقى معروف وإن شاء الله مفيهوش مشكلة. طيب لما أجي أبص على الامتحان، الامتحان كان أول مسألة جايبها لك جرافيكال سوليوشن، لسه مراجعناش عليها، بس تاني مسألة هنا ببص عليها لقيته مكلمني عن مين؟ مكلمني عن ستريت لاين موشن. طيب تعالى نقرأ السؤال كده مع بعض ونشوف المسألة هتمشي إزاي. بيقول لي ذا بارتيكل of sorry the velocity of a particle is traveling a particle traveling along straight line is v equal كذا. طيب اول حاجه عرفتها بس، او اول جزئيه خدت بالي منها، حكايه ان انا شغال في straight line، فانا كده بتكلم في الجزء بتاع الشيت الاولاني او الشيت التاني، بس من الواضح ان دي مش مساله جرافيكال. طيب بيقول لي ان الريليشن بتاعتي v equal 6 تي ماينس 3 تي تربيع، ده معناه ان هو مديك البي داله فين؟ في الزمن. يبقى انا ما اقدرش باي صوره من الصور ان انا استخدم الجزء بتاع قوانين نيوتن بتاع اليونيفورم اكسلريشن، لان البي عندي ايه؟ داله في الزمن. طيب هو ممكن تبقى الداله ديت من الدرجه الاولى، فانا لو قدرتها تبقى العجله بتاعتي ثابته تمام، بس انا شايف ان المنحنى بتاعي هنا او الداله بتاعتي هنا درجه تانيه، فلو فضلتها برضه هيبقى العجله داله فين؟ في الزمن. طيب فانا في الحاله دي طالما الصوره داله في الزمن، انا اول حاجه عندي كده فاكيد انا هستخدم ان الاي بيساوي دي في عند تي. تعالى نقرا كده نكمل السؤال. قال لي ان التايم ده بالسكندز، وقال لي الاس ايكوال 0 وان تي ايكوال 0، يعني دي الانيشال فاليو للاس عنده تايم بصفر. بيقول لي ديترمن ذا بوزيشن اوف ذا بارتكل وان تي ايكوال 3، عايز مني البوزيشن بتاع البارتكل عنده تايم 3.
ده المطلوب الأولاني، وطبعا طالب إيه كذا حاجة. فالأول بس عشان ننفذ المطلوب الأولاني هو عايز البوزيشن، فالبوزيشن له علاقة بالسرعة إزاي؟ هل هو بجيبه عن طريق تفاضل السرعة ولا عن طريق تكامل السرعة؟ أه يعني أنا لو كاتب العلاقة التانية اللي هي V بيساوي دي إس على دي تي، فهلاقي إن البوزيشن بيجي من الـ V، إن أنا أعمل لها عملية تكامل. طيب هنتعلم هنا تكامل او نعمل تكامل الغير محدود، يعني هزود ثابت، فهقول ان الاس على طول هيساوي ها تمام 6 تي، هتبقى 3 تي تربيع ناقص 3 تي تربيع، هتبقى تي تكعيب مفروض زائد ثابت. وانا عارف عند تايم بصفر الاس بكام؟ بصفر، فهلاقي ان الثابت طالع معايا بصفر. طيب هو عايز البوزيشن عند تايم بيساوي 3، كل اللي انا هعمله ان انا هعوض 3 في 3 تربيع ناقص 3 تكعيب، يطلع الرقم ده معايا بصفر. ازاي يعني هو ما اتحركش؟ لا ده بوزيشن. البوزيشن ايه فرقه عن الديسبليسمنت عن الديستانس؟ كلنا عارفين الكلام ده من المحاضره، ان البوزيشن معناه الكرنت بوزيشن للجسم او موقعي او اللوكيشن بتاع الجسم على النمبر لاين على خط الاعداد. ده غير الديسبليسمنت. الديسبليسمنت له علاقه بالفاينل بوزيشن ماينس الانيشال بوزيشن. طيب وده غير الديستانس. طب تعال نشوف المطلوب التاني كده عشان نشرح عليه الديستانس. قال لي وات از التوتال ديستانس ترابل during this time interval from time equal 0 to time equal 3. فهو عاوز منك دلوقتي، عايز منك التوتال ديستانس اللي هو مشيها من زمن صفر لحد زمن 3. طب وانا عارف هو مشي ازاي؟ هل عارف ان هو مشي مثلا في اتجاه الموجب او هو مشي في اتجاه السالب؟ طب انا محتاج اعرف هل هو في خلال الفتره الزمنيه دي هل هو غير اتجاهه؟ هل هو مشي في اتجاه واحد، في اتجاه، في اتجاهين، في ثلاث اتجاهات؟ فعلشان اعرف هو غير اتجاهه ولا لا هحط ال دي بصفر. ليه؟ علشان لو غير اتجاهه لازم يقف وقوف لحظي، واروح معوض في المعادله بتاعتي 6 تي تربيع، اسف 6 تي ناقص 3 تي تربيع ايكوال 0، واروح مطلع هاخد التي على المشترك، وهيبقى فاضل 6 ناقص 3 تي بيساوي صفر. وعند تايم بصفر كان هو هيغير اتجاهه، او بمعنى اصح عند بداية الحركة، تمام انا دي مش هعتبرها تغيير اتجاه. وعند تايم بيساوي 2 حصل تغيير للاتجاه. طيب هو طالب الكلام ده؟ لا هو مش طالب الكلام ده، بس انا اللي محتاجه عشان اعرف احل. عشان كده فعلا هو قال لك انا عايز منك البوزيشن او البوزيشن لما يكون الفي بيساوي صفر. طب هو الفي ده بيساوي صفر عند اني بوزيشن؟ انا ما عرفش اجيبه عند اني بوزيشن، انا جبته عند اني تايم. فهاجي بالتايم دوت واروح معوض في مين؟ في معادلة الاس. فيطلع معايا الاس يساوي 3 في 2 تربيع ماينس 2 تكعيب. الناتج ده بكام؟ 3 في 4 12 ماينس 8 يطلع معايا ب 4. طيب يبقى هو عند تايم 2 كان موجود عند اس ايكوال 4، وعلى فكره عند تايم ايكوال 0 هو مديهالي في البدايه خالص اهو، عند تايم ايكوال 0 كان عند اس ايكوال 0، عند تايم 0 كان هو عند اس ايكوال 0. طيب وعند تايم 3 اللي هو اشمعنى تايم 3؟ علشان هو ده نهايه الانترفال اللي هو بيتكلم عليها. هو بقى عند اس ايكوال 0 تاني، مش احنا لسه جايبين دلوقتي عند تايم 3 الاس ايكوال 0، فده معناه ان هو كان ماشي في الاتجاه ده لحد 2، اسف لحد مسافه 4، وبعد كده رجع في الاتجاه ده لحد بوينت البوزيشن بتاعه اللي هو 0 على النمبر لاين. فده معناه ان هو مشي 4 ورجع 4. ده معناه ان التوتال ديستانس اللي هو مجموع الديسبليسمنت بس كمعيار ايكوال كام؟ 8.
مطلوب اخير قال لي انا عايز منك كمان الاكسلريشن هو انت ايكوال 3. طب هو انا جبت الاكسلريشن؟ لا انا كنت عملت تكامل بس، فانا دلوقتي محتاج ان انا اعمل للعلاقه الاساسيه دي تفاضل. لما اجي اعمل تفاضل يبقى الاي ايكوال كام بالظبط؟ بيساوي 6 ناقص 6 تي، وهو عايز يدرس عند تايم بيساوي 3، فاروح معوض ويطلع معايا الناتج بتاعي سالب 12. روح اكتب الاختيار فين سالب 12. يبقى ده كده السؤال بتاع العام الماضي اللي جه في النموذج دوت عن الجزء بتاع الستريت لاين موشن شيت الاولاني. تمام كده يا شباب؟ طيب نروح نراجع بسرعه كده الجرافيكال سوليوشن. في الشيت التاني اتكلمنا عن الجرافيكال سوليوشن، وببساطه انا محتاج برضه نفس الكلام، هما القوانين الاساسيين ال V بيساوي دي اس على تي وال A بيساوي دي في على تي. فانا محتاج من الاس اجيب ال V، من ال V اجيب ال A، فانا هعمل عمليه تفاضل. او محتاج ان انا من ال A اجيب ال V، او من ال V اجيب ال S، فانا هعمل عمليه تكامل. فالمطلوب منك دلوقتي ان انا ابقى عارف ازاي اعمل سواء تفاضل على الرسم او التكامل على الرسم. بكل بساطه التفاضل هو ميل المنحنى او ميل المماس. فانا لما محتاج اجيب التفاضل على الرسم، ان انا كل اللي انا هعمله هجيب ميل المماس. طب لو انا محتاج ان انا اعمل تكامل، التكامل هو عباره عن مساحه تحت المنحنى. طيب فانا لو بتكلم دلوقتي على منحنى العجله، فمنحنى العجله ده هجيب منه مين؟ هجيب منه السرعه، ان السرعه بتاعت نهايه الفتره بتعامل مع كل فتره لوحدها ناقص السرعه بتاعت بدايه الفتره بيساوي المساحه تحت منحنى العجله في الفتره دي. ونفس الكلام بالنسبه للازاحه لو انا محتاجها، او البوزيشن لو انا محتاجه، بجيبه من منحنى السرعه، ان هو عباره عن البوزيشن النهائي ناقص البوزيشن الابتدائي عباره عن مساحه تحت منحنى مين؟ السرعه. طيب وفهمنا ودخلنا في الجرافيكال سوليوشن وعرفنا الكيرفات، وعرفنا ان انا التكامل بيزود درجه المنحنى، يعني لو درجه صفريه يبقى درجه اولى، يعني خط مستقيم. الخط المستقيم ده ممكن يبقى مايل وتزايدي، وممكن يبقى مايل وتناقصي، ده على اساس جاي من ثابت موجب ولا سالب، والتفاصيل كلها قلناها في المحاضره. طيب تعالى كده بس، اهم حاجه ان انا في بعض الاحيان بيبقى عندي الوحدات كيلو متر بير اور، وبلاقي ان انا الرسمه بتاعتي فيها وحده من الوحدات بالمتر على الثانيه. فده معناه ان انا لازم دايما ابقى واخد بالي من الوحدات، ودي من اول الاخطاء اللي ممكن تظهر في السؤال بتاع الجرافيك سوليوشن. طيب تعالى نبص كده الكلام دوت على مساله، المساله اللي جت في نفس النموذج العام الماضي. بيقول لي ايه في المساله دي؟ بيقول لي the acceleration showing العجله الموضحه obtained for an airplane traveling along a straight track when t equal 0 ال v equal 16 متر بير سكند وال s equal 0. طيب في حته مهمه جدا الطلبه بتخدع بيها شويه لما يجيب لي الجراف بالمنظر ده. هو اولا بيكلمنا عن جراف الاكسلريشن مع التايم. انا دلوقتي لو جيت بصيت على الجزئيه ديت هلاقي ان من 0 ل 6 انا مش شايف اي نوع من انواع الاكسلريشن. لا هو في اكسلريشن، بس الاكسلريشن اللي هي كام؟ بزيرو. تمام، الاكسلريشن بزيرو ده معناه ايه؟ ده معناه ان الانترفال ديت معايا في الحسابات، ما ينفعش ان انا ابدا الدراسه بتاعتي من اول التايم 6، انا دايما ببدا التايم بتاعي كام؟ بزيرو. طيب زي ما اتعودنا كده في المحاضرات، اول حاجه بعملها هو طبعا بيقول لي كونستراكت اللي هو السؤال المعتاد، كونستراكت الدي تي والاس تي جراف، والتوتال ديستانس عايز يحسبها بكام؟ طيب انا زي ما اتعودت في المحاضره، اول حاجه بعملها باجي تحت الكيرف ده وبروح رسم الكيرف اللي عليه الدور. من العجله ما بجيبش الازاحه، من العجله بجيب مين؟ السرعه. فانا دلوقتي هجيب السرعه واروح راسم السرعه مع الزمن. هو عايز يدرس في التايم انترفال من 0 لحد 20. طيب انا في الفتره من 0 ل 6 ده بالنسبه لي حصل بعدها تغير، فانا هاجي هنا هدرس لحد زمن 6، بعد كده لحد زمن 8، بعد كده لحد زمن 10. هتقول لي ما هو الستريت لاين ده اللي هو من 8 لحد 12 هو نفس الستريت لاين، بس انا في حاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، هو نفس الميل بتاعه، نفس السلوب بتاعه، بس انا عندي مشكله، ده كده بنيجاتيف اكسلريشن لكن ده ببوزيتيف. فالنيجاتيف اكسلريشن بيديني
او ديسيلريشن هيديني ايه؟ هيديني ان السرعه يحصل فيها انها تقل، لكن البوزيتيف اكسلريشن هيديني السرعه ايه؟ انها هتزيد. وهاجي ادرس برضه عند زمن 12، وهاجي ادرس عند زمن 10، اسف 14، وعند نهايه الفتره اللي هو زمن كام؟ هو لما قال لي ال v equal 60 متر بير سكند، ده فين عن تايم بصفر، فانا هروح موقع ال 60. خد بالك ان القوانين بتاعتي واحده مش هتتغير، انا هشتغل معاكوا واحده واحده كده من صفر لحد 6. المفروض ان انا بقول v 6 ناقص v 0 اللي هو نهايه الفتره ناقص بدايه الفتره بيساوي مساحه تحت المنحنى. طب انا ما عنديش مساحه اللي هي كام؟ صفر. ده معناه ان v 6 هي مين؟ v 0. طب ما هو فعلا انا لو عندي العجله بتاعتي بصفر، ده معناه ان انا ماشي بسرعه ثابته، السرعه الثابته ديت اللي هي كام؟ 60. فانا هاجي عند 60 هنا واروح راسم خط مستقيم. طيب الخطوه الثانيه المفروض ان انا هشتغل من ال v، بعد كده هجيب ال s، بس انا هخلص ال v مره واحده وبعد كده هنرجع لل s. تعالى كده نحاول نسيب اي مساحه كده علشان نعرف نحل فيها. طيب الفتره الثانيه اللي هي من 6 ل 8 هقول v 8 - v 6 equal area under curve. طب الاريا ديت على شكل ايه؟ الاريا ديت على شكل مثلث. المساحه بتاعته نص، البيز بتاعي اللي هو 8 ناقص 6 اللي هو 2 في الارتفاع بتاعي اللي هو 75 مم. طيب هل احط الاشاره السالبه؟ هل احط الاشاره السالبه؟ طبعا الإشارة السالبة تتحط. طيب الإشارة السالبة تتحط ليه؟ علشان أنا كلمة integration هي area under curve، والاريا دي المفروض إنها تبقى موجبة، لا بس الانتجريشن ده معناه تجميع، أنا بجمع المساحات سواء إذا كانت موجبة أو حتى سالبة، فلازم آخد بالي إن الإشارة هنا هتبقى سالبة. طيب ال v 6 أصلا أنا كنت عارف إنها 60، طب الناتج اللي هنا ده هيطلع 4.075 بس بالنيجاتيف، وال 60 ديت هتروح له ايه؟ للبوزيتيف، فيطلع في النهايه ان v 8 ايكوال الرقم قليل شويه 59.25. فهاجي هنا واروح حاطط مايو ناظر 59. الله، يعني انا المفروض ارسم تو سكيل؟ لا مش المفروض ارسم تو سكيل، بس كل اللي انا محتاج اعرفه ان ال 59 دي مالها؟ ها؟ اقل من ال 60، فتترسم تحتها شويه. طب بالنسبه للكيرف ده ستريت لاين، بس ستريت لاين والاتجاه بتاعه تناقصي، فده معناه ان انا الكيرف بتاعي هيبقى مقعر. الكيرف بتاعي هيبقى مقعر. في للاسف في ناس بتخلط ما بين كلمه مقعر ومحدب، الناس تخش على النت وتركز في الكلام دوت وتعرف ان هو ده شكل اللي اسمه المقعر. طيب الفترة اللي بعد كده هروح قايل v 10 minus v 8 equal area under curve. الاري اندر كيرف اهي. طب الاري اندر كيرف دي تحسبها ازاي؟ برضه نفس الكلام، نص في 2 في سالب 75 مم. طيب انا كان ال v 8 معايا اهو، فاقدر اطلع ال v 10، هطرح برضه 75 مم من الرقم ده، يطلع معايا بتمانية وخمسين ونص. التمانية وخمسين ونص اهو، تمانية وخمسين ونص. طيب الكيرف ده كان ايه؟ ستريت لاين بس تزايدي، بغض النظر ان هو في جزء سالب بس هو اسمه تزايدي، فده معناه ان الكيرف اللي عندي هنا هيبقى محدب درجة تانية. طيب نفس الكلام برضو هروح نكمل الفترة اللي بعدها، هقول بي 12 ناقص بي 10 بيساوي المساحة تحت المنحنى اللي هو نص في 2 في موجب 75 مم. فأرجع ألاقي الرقم ده أهو معايا، فأقدر أطلع البي 12. لما أطلع البي 12 هيطلع بكام؟ هيطلع ب 59.25. أروح راسم الكيرف هنا، الشكل عامل ازاي؟ برضه نفس الكلام ايه؟ ها محدب
وبعد كده هيبقى مقعر، وهلاقي نفسي ان انا الحتة اللي قلتها رجعت زدتها تاني ووصلت القيمة برضو كام؟ 60. وبعد كده هنا شغال ايه؟ ستريت لاين. نفس الكلام اللي انا عملته للبي هروح هرجع اعمله لمين؟ هعمله للاس. طيب نمشي كده خطوة او اتنين في الاس، وبعد كده الطلبة بقى تكمل المسألة زي ما احنا عارفين. الاس هروح اي في الفترة الاولانية، هقول اس 6 ناقص اس 0 ايكوال area under curve. طب ال area under curve بتاع مين بالظبط؟ بتاع ال velocity. فال area under curve هنا هي عبارة عن ال area بتاعت مستطيل ال rectangle اللي قدامي ده، اللي هو كام؟ 6 في 60، يعني الناتج هيطلع 360. طيب واخد بالي ان اس 0 كام ب0، فيبقى اس 6 ايكوال 360، واروح راسم الكيرف طبعا تحت، وهروح الاقي ان المرحلة الأولانية تبقى على شكل ايه؟ ستريت لاين. وبعد كده أكمل بقية المراحل، إن أنا عارف المساحة ديت هقسمها لجزئين، جزء مستطيل والجزء التاني اللي هو شكل المقعر دوت اللي هو تلتين القاعدة في الارتفاع، وده برضه نفس الكلام هيبقى ده شكل محدب، فهاخد تلت القاعدة في الارتفاع وده محدب، تلت القاعدة في الارتفاع وده مقعر، تلتين القاعدة في الارتفاع، وهكذا. كده يبقى أنا أخدت السؤال بتاعي أو حليت السؤال بتاعي كده. طبعا هلاقي إن السرعة بتاعتي ديت أو هلاقي البوزيشن بتاعي دوت كده دايما في الاتجاه التزايدي. ليه؟ الأرقام هي اللي هتقول لي إن أنا طالما السرعة بتاعتي موجبة أنا مغيرتش اتجاهي، مش هرجع لورا، فدايما هتلاقي إن هيحصل إيه؟ تزايد. فده معناه إن البوزيشن بتاعك ده بيتغير في اتجاه واحد، فده معناه إن التوتال ديستنس اللي أنا طالبها منك هي عبارة عن الفاينل بوزيشن. هنا في المسألة دي بخصائص المسألة دي التوتال ديستنس هتبقى مين؟ الفاينل بوزيشن. بعد ما بحل هلاقيها هي الفاينل بوزيشن. طيب كده أنا خلصت مراجعة على شيت 2 بمسألة. تعال نبص كده بالنسبة للشيت التالت. الشيت التالت فيه جزئيتين. أول حاجة ابتدينا نتكلم عن الكيرفلينير موشن، فابتديت أتكلم على نوع من المحاور اللي هي المحاور الكارتيزية اللي هي الـ X والـ Y، ولو شغال 3 dimension يبقى X و Y و Z. فيها إن الـ position بتاعي أقدر أجيبه عن طريق مركبة في الـ X ومركبة في الـ Y، ولو 3 dimension يبقى مركبة في الـ X و Y وكمان الـ Z. والسرعة بتاعتي بتبقى 3 مركبات مركبة في كل محور، والعجلة نفس الكلام. وكان في كذا نوع من المسائل دي في الشيت وحلينا عليها في المحاضرة، وبعد كده خدنا حالة خاصة من الكلام دوت، إن أنا عندي بروجكتايل بيشتغل كأنه إكس وواي، بس في الحقيقة إحنا بنقسمه لحركتين في مسارين مستقيمين. الحركة اللي هي في المسار إكس بسميها الهوريزونتال موشن، بتبقى معادلة واحدة زي ما أنا شايف كده. ليه هي معادلة واحدة؟ ده ناتج من إن أنا شغال بعجلة قيمتها بصفر، قيمتها صفر. فطالما العجلة بصفر يبقى الجسم بتاعي بيقطع ازاحات متساوية في ازمنة متساوية، فاقدر اقول ان دي بيساوي دلتا اكس على تي، او دلتا اكس بتساوي دي اكس نوت في تي. طبعا ده هوريزونتال موشن، فكل المتغيرات بتاعتي بدلالة الاكس. لكن في الفيرتيكال اللي بيأثر معايا كبروجكتايل هو مين؟ هو عجلة الجاذبية، وهي عجلة ثابتة، وانا عارف ان اتجاه الجاذبيه دايما لاسفل، وهثبت معايا الشغل سواء اذا كنت طالع او نازل. عجله الجاذبيه معايا باشاره سالبه، وهعوض في القوانين باشاره سالبه، بس ممكن وانا بعوض لو انا السرعه بتاعتي او الجسم بتاعي طالع لفوق هلاقي ان السرعه بتاعتي هلاقيها موجبه في الواي، لكن لو السرعه بتاعتي الجسم بتاعي نازل لتحت وانا بحل هلاقي ان السرعه المركبه الفيرتيكال بتاعتي هلاقي ان سرعه الواي طلعت معايا باشاره سالبة، نتيجة ان انا معوض بالجاذبية دايما بالسالب. طيب برضو معاكم الجزء دوت اللي فيه مراجعة عن الـ vertical ليس في الـ projectile، فعلشان كده هسيب لكم الـ PDF وتشوفوا التفاصيل او الحالات الخاصة اللي ممكن تجيلك في الـ projectile. بس تعالى نروح نبص على الامتحان برضو علشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل قوي. تعالى نبص على الامتحان، المسألة بتاعت الـ projectile كانت جاية شكلها عامل ازاي. المسألة دي غالبا موجودة في الشيت، وغالبا حليناها برضو مع بعض في المحاضرة. بيقول لي ايه؟
is observed that the time for ball strike the ground at B is 2.5 seconds. يعني هو مديني الزمن اللي هتستغرق الكرة اللي عندي ديت لحد ما توصل من نقطة مين؟ من نقطة B. طيب عايز مني ايه؟ بيقول لي determine the speed and the angle at which the ball was thrown. يعني انا عايز منك السرعة والزاوية اللي طلع بيها الكرة من هنا. طيب احنا متفقين مع بعض في المحاضرة ان انا بعمل ثلاث خطوات وبعد كده انفذ المعادلات. اول خطوة معايا بعتبر نقطة خروج المرضوف هي نقطة الاصل وبرسم عندها محور x وy. تاني حاجة بعملها بحلل السرعة. طب السرعة اصلا مجهولة مش مشكلة هحللها لمركبات. vx نوت بيساوي ve كوزين ثيتا A و VY نوت بيساوي VASF ساين ثيتا A. طيب تالت خطوة عندي إن أنا بحدد نقطة الدراسة. يعني إيه أحدد نقطة الدراسة؟ قال يعني البي دي من على الرسم كده أنت علشان توصل لها بتمشي لها مسافة كام في الإكس؟ أنا لقيت إن أنا عشان أمشي من هنا لهنا بمشي مسافة 50 متر. هل المسافة عندك في الواي موجودة؟ لو دي نقطة الأصل بتاعتي فأنا هكتشف إن أنا بنزل عن محور الإكس مسافة 1.2، ده معناه إن المسافة في محور الواي مسافة سالبة، مسافة سالبة، سالب 1.2. طيب هل تعرف مثلا سرعة نهائية أو زمن أو أي معلومة تانية؟ خد بالك إن في طلبة كتير تقول لي إن السرعة النهائية هنا بصفر، والكلام ده خطأ شائع. السرعة النهائية هنا مش بصفر، لأن الجسم وهو نازل هنا هيبقى مكتسب سرعة. هو هيبقى سرعته بصفر بعد التصادم، بس ده ملوش علاقة بالبروجكتايل. يعني هو هيقف وقوف لحظي وبعد كده يبتدي يغير اتجاهه، حتى كمان سرعته مش هتبقى بصفر ولا حاجة، ده هو هيغير اتجاهه فيكتسب سرعة في اتجاه تاني. طيب فالكلام ده خطأ شائع، أنا السرعة هنا أنا معرفهاش حاليا، لكن أقدر أقول لك من المعطى إن التايم لحد البي يساوي 2.5 سكند. طيب يبقى الخطوه الثالثه ان انا جبت نقطه الدراسه. طيب الخطوه الرابعه بقى، ودي اهم خطوه عندي، ان انا اطبق في المعادلات. ايه المعادلات بتاعتي؟ معادله الهوريزونتال هي معادله واحده بتقول لي ان الدي اكس نوت يساوي دلتا اكس على تي. طيب انا بدرس النقطه اللي هي بي، فال ال ال في اكس نوت بتاعتها كام؟ في اي كوزين ثيتا اي، معرفهاش، ماشي خليها على جنب. يساوي الدلتا اكس بكام؟ الدلتا اكس ب 50 على التايم بكام؟ 2.5. تمام يا شباب، يطلع الرقم ده معايا ب ماشي. الجزئية الثانية أخش على قانون فيرتيكال، هخش هنا أنهي قانون؟ أنا محتاج قانون فيه زمن لأن أنا عارف معلومات عن الزمن، ومحتاج فيه سرعة بس مش عارف أنا معلومات عن سرعة نهائية خالص، فأنا عارف معلومات عن سرعة تدريجية، فده موجود في القانون الأول، موجود في القانون الثاني، موجود في القانون الثالث، بس أنا ما عنديش معلومة عن سرعة نهائية، فأنا هبعد عن الأول والثاني علشان ما عنديش سرعة نهائية، لكن هلجأ للقانون التالت اللي هو دلتا واي بي، ده على حسب بقى ما انت حافظ ترتيبهم. ايكوال دلتا واي ايكوال في نوت تي او في واي نوت اسف ناقص نص جي تي تربيع. الدلتا واي عندي بكام؟ دلتا واي عندي بسالب 1.2 ايكوال في واي نوت اللي هي في اي ساين ثيتا اي في تي اللي هي ب 2.5 ناقص نص في الجي اللي هي 9.81. يا ريت يبقى الواحد ده موجود معانا علشان المرجع دايما بيبقى واخد 81%، فعشان الارقام تبقى اقرب للنواتج اللي احنا حاطينها في الاختيار. الكلام ده مضروب في التايم تربيع اللي هو 2.5 سكوير. طبعا انا لما اجي احل المعادله دي هلاقي فيه في اي ساين ثيتا والمعادله دي فيها في اي كوزاين ثيتا، هقسم المعادلتين على بعض، هروح مطلع ساين على كوزاين دي تان، اعمل شيفت تاني واروح مطلع الثيتا بتاعتي،
ارجع اعوض في اي معادله من الاثنين دول اقدر اطلع الـ VA. طبعا هنا انا طالب منك مطالب زياده شويه غير راس السؤال، فخد بالك انا عايز منك كمان maximum height from the ground، تمام، وعاوز منك الـ x velocity point B، عايز منك مراكبه السرعه عند نقطه B. طبعا اللي فاهم عارف ان السرعه عند نقطه B هي السرعه عند نقطه الاصل في مراكبه الـ x، لان انا عارف ان مراكبه السرعه في اتجاه الـ x ثابته دايما، وهتطلع معايا اللي هي VA كوزاين سيتا اللي هي المفروض هتطلع 20، اقرب رقم من الـ 20 هو ده. تمام؟ طيب عايز الماكسيموم هايت فروم ذا جراوند، عاوز مني اقصى ارتفاع، ده نقطة دراسة تانية جديدة خالص هنا. طب اللي هنا ده او النقطة دي انت عارف ايه عنها؟ عارف انها اقصى ارتفاع. طب اقصى ارتفاع خد بالك ان انا بقيس من الاكس بتاعتي، يعني القوانين بتاعتي لما تيجي تديني واي هنا تديني واي من محور الاكس، فانا لازم ابقى ضايف عليها في النهاية الناتج النهائي 1.2 عشان اقدر احسبها منين من الارض. نرجع للنقطة دي، أنا عايز أجيب النقطة دي، أجيبها إزاي؟ هو ده ارتفاع، هو واي، فأنا هستخدم القانون ده. الله، بس أنا هستخدم القانون ده مع زمن، أنا معرفش الزمن هنا. خلاص هستخدم قانون في واي بس ما فيهوش زمن. أنهي قانون في واي وما فيهوش زمن؟ أنهي قانون في واي وما فيهوش زمن؟ القانون التاني اللي هو سرعة في واي تربيع يساوي في واي نوت تربيع ناقص 2 جي دلتا واي. برضو انا مش عارف، انا دلوقتي انا عايز ده، يعني ده مجهول بالنسبة لي. طب الجي معلوم، الفي واي نوت خلاص انا بقيت عارف الفي وعارف السيتا. طب الفي واي دي بكام؟ معلومة مهمة جدا ان في البروجكتايل لما يكون عندي الجسم بتاعي عند اعلى ارتفاع ده معناه ان سرعة الواي بكام؟ بصفر. هيبقى المجهول الوحيد عندي دلتا واي، ما انساش ان انا اضيف عليه 1.2 فاقدر اطلع قيمة الماكسيموم هايت فروم ذا جراوند، فروم ذا جراوند. ده بالنسبة لمسألة البروجكتايل. طيب بعد كده تعالى نخش على طول بقى في المسألة اللي بعدها. بيقول لي في المسألة ديت هو ابتدى يخش في الشابتر 4 وابتدى يجيب لي القوانين اللي انا شفتها في الشابتر 4. شابتر 4 اتكلم اسف شيت 4 احنا ده كله في شابتر 1 بيتكلم في شيت 4 عن التانجنت والنورمال كوردينيتس وشغال برضو بحاجه اسمها بولر كوردينيتس. طيب برضو زي ما احنا شرحنا بالتفصيل كده في المحاضرات ازاي بنفرق ما بينهم، تعالى نبص على المساله دي. بيقول ايه في المساله دي؟ بيقول الراجل اللي عندي ايه دوت increases his speed along the vertical circular path. انا قلت لك اول ما بشوف كلمه سيركلر باث دي بيبقى بنسبه 70 إلى 80% ان المساله دي هتكون تانجنت نورمال. طب هو راجل ما عرفش يداري قوي، يعني هو ما عرفش يعمل تركات في راس السؤال، فراح قايل ايه تانجنت ايكوال كذا، يعني هو قايل لك ان انا بتكلم على عجله ممسيه. ايه تانجنت دي ايكوال ايه بالظبط؟ ايكوال 0.04 سكند، اسف 4s. ده معناه ايه؟ مديك ان الاي تانجنت دوت داله فين؟ في الاس. مديك الاي تانجنت ده داله فين؟ في الاس. طيب قال لك if he start at va equal to feet per second، يعني هو بادئ من عند نقطه الاي بالسرعه قيمتها 2 في 9 ثانيه. يقول لي determine the magnitude of his velocity when he reaches b، عايز منك السرعه فين؟ عند البي، وعايز منك كمان his initial acceleration، وعايز منك ال initial acceleration. الانيشال اكسلريشن دي بنجيبها ازاي؟ مبدئيا كده هو هنا ده دي نقطة البداية بتاعتي، فهو ده الانيشال اكسلريشن اللي هو عند نقطة ال A. طيب قبل ما نخش في الانيشال اكسلريشن، احنا كنا متفقين مع بعض في المحاضرات ان انا طالما قررت المسألة تانجنت نورمال يبقى انا المسألة بتاعتي هعملها كأنها قوانين خط مستقيم ما بين التانجنت، ما بين ال A بتانجنت دوت وما بين السرعة، وفي الاخر بزود العجله المركبه او العجله العموديه اللي هي المركبه الزياده عندي في التانجنت والنورمال. لكن عدا ذلك انا ممكن اشتغل كاني ستريت لاين بالظبط، بمعنى ان انا عارف العجله الممسيه كداله، فالعجله الممسيه كداله ديت موجوده عند الاي وعند النقطه ديت وعند النقطه ديت وعند النقطه ديت وعند نقطه البي، فانا العجله ديت على المسار ده كله،
فكل اللي انا محتاجه علشان اجيب الفي اللي هو المطلوب الاولاني عشان اجيب السرعه، محتاج ان انا اشيل العجله المنسيه ديت واروح حاطط مكانها القانون الاساسي بتاع اللي هو ايه، دي في عد تي، بس دي داله فين؟ في الاس. لو رجعنا كده للفيديو من البدايه خالص، كنت قلت لك ان انا ممكن استعمل ان الاي بيساوي دي في عد تي او في دي في عد اس. انا في الحاله اللي قدامي ديت هستعمل ان العجله بتساوي في دي في عد اس. طبعا انا بتكلم مش على العجله الكليه، بتكلم على العجله مين بس؟ المنسيه. طب في الشيت الاولاني؟ لا، كنت بتكلم على العجله الكليه لان هي عجله واحده. لكن الشيت دوت، الشيت الرابع دوت، لا هي العجله المنسيه فقط. فانا كل اللي هعمله ان انا هحط هنا قيمه العجله اللي هي 4 من 100 اس ايكوال في دي في عد اس، وهعمل عمليه فصل المتغيرات ان انا اخلي ال 4 من 100 هنا في الاس مع دي اس، واخلي الناحيه تانية في دي في، وعمل تكامل الطرفين. هنا في البداية كان الفي باتنين، وهنا كان في البداية لسه متحركش، كان البوزيشن بتاعي هعتبر ان دي نقطة الأصل بتاعتي لحد الفي النهائية لحد الاس النهائية، واروح جايب هنا هيطلع 2 من 100 اس تربيع. طبعا لما هعوض بالحد اللي تحت هيبقى ناقص صفر، بيساوي في تربيع على 2 ناقص 2 تربيع على 2. وهو عايز هنا عند البوزيشن وعاوز عند البي، فانا عند البي هكتشف ان انا مشيت المسافه دي. طب المسافه دي جزء منين؟ جزء من دايره. طب انا عندي دلوقتي المسافه اللي انت مشيتها دي عباره عن كيرف في دايره، طول قوس في دايره، اللي هو ار في مين؟ في سيتا. الار بتاعي ده ب 300، سيتا بتاعتي دي بكام؟ ب 60. اخد بالي ان انا لازم اضرب في باي على 180 علشان احولها للراديو. فقدرت اجيب الاس اعوض بيها هنا، اقدر اطلع مين؟ الفي، فطلع معايا قيمه الفي. طيب نرجع تاني للمطلوب التاني، ان هو عايز مني الانيشال اكسلريشن. طب الانيشال اكسلريشن ده كان عند نقطه مين؟ الاي. فانا عند نقطه الاي عندي مركبتين للعجله، عندي واحدة منسية وعندي واحدة عمودية. طب المنسية دي ايه؟ بالرول 4 من 100 اس. طب والاس بتاعتي دي بكام؟ بصفر. يعني المنسية في الحالة دي هتبقى بكام؟ بصفر. طب والعمودية؟ في تربيع على الرو. فالفي عندي كانت بكام؟ الفي عندي كانت باتنين، هقسمها على الرو اللي هي ب 300، اروح مطلع قيمة الاي نورمال اللي هي هتطلع معايا بالرقم ده. طيب هو كمان طالب منك هنا علشان يزود بس المطاليب التوتال اكسلريشن. التوتال اكسلريشن بتاعتي هي مين؟ الجذر التربيعي للتانجنت التربيعي زائد النورمال تربيع. وبما ان التانجنت بصفر فالتوتال اكسلريشن هي مين؟ حاجة النورمال. تمام كده يا شباب؟ ده بالنسبة للشيت الرابع. في السنة ديت ما كانش فيه، او في النموذج دوت ما كانش فيه مسألة على هي الجزء بتاع الار والثيتا، وده مش معناه ابدا ان انت السنه دي مش هيجيلك ار وثيتا، ممكن يجيلك الجزء الار وثيتا في الامتحان. طيب النوع الاخير من المسائل اللي هو شيت 5. شيت 5 بيتكلم عن ايه بالظبط؟ بيتكلم عن ريت اوف موشن. يعني ايه ريت اوف موشن؟ حركه نسبيه. يعني ايه حركه نسبيه؟ ان انا عندي جسمين على الاقل بيتحركوا، وعايز ينسب حركة الجسم للجسم التاني. وخدنا المثال ده في المحاضرة، المثال ده بالذات، بس كان بقيم تانية. فتعالى نبص كده هو عاوز ايه بالظبط. بيقول لي as the instant shown، في اللحظة الموضحة البايسكل اللي عند الاي دوت traveling at 12 meter per second around the curve on the race track while increasing his speed. الحتة دي مهمة جدا جدا في النوعية دي من المسائل. هو بيقول increasing his speed at كذا، هي دي مش السبيد، ده معدل increase بتاع السبيد. فكلمة معدل increase بتاع السبيد عندنا بنتكلم على ايه؟ فكلمة معدل increase بتاعت السبيد بالقوانين هي دي في اي على دي تي. دي في اي على دي تي، تمام؟
طيب هو ده اللي قيمته 1 متر بير سكند سكوير. طب هسأل الاي كده، انت يا اي شغال فين بالظبط؟ شغال في ستريت لاين ولا في كيرف؟ طالما شغال في كيرف يبقى ديت العجله بتاعت اي الممسيه فقط، الممسيه فقط. لكن لما اجي ابص على البي، البي دوت قال لي ترافلنج ات كذا، ده السبيد بتاعته، اند انكريزنج هيز سبيد، بيزود مين؟ السرعه بتاعته. فمعدل ها زياده السرعه بتاعت البي بالنسبه للزمن ايكوال كام؟ 0.6. ده مين بالنسبه له؟ ده بالنسبه له هو العجله الكليه. ليه العجله الكليه؟ اشمعنى ده اختلف؟ علشان البي ده ماشي فين؟ في ستريت لاين موشن. فالعجله الكليه ها هي اللي 6 من 10 متر بير سكند سكوير. هو طالب منك الريت اوف فيلوسيتي والريت اوف اكسلريشن اوف اي وذ ريسبكت تو بي. طبعا انا اتفقت معاك في المحاضره ان بعتبر ان دي مسالتين، بخلص كل مساله لوحدها وبعد كده اربط ما بينهم. يعني ايه اخلص كل مساله لوحدها؟ قال لي يعني انت عارف ان سرعه البي بيساوي 6.5، وعارف عجله البي بيساوي 6 من 10، وعارف ان البي ده ماشي في ستريت لاين، فانت محتاج تكتب سرعه البي دي بس كمتجه. وانا شايف انها شغاله في الاكس بس، وعجله البي دي برضو كمتجه. يبقى انت كده خلصت المساله الاولانيه. تمام؟ طيب تعالى نتكلم على الاي. لا ده الاي دوت انا امكانياتي في السؤال ان انا اشتغله تانجنت، وعارفين التانجنت بترسم ازاي، ونورمال، وعارفين ان النورمال بيبقى داخل المركز المنحني. لما اجي ارسم لك ان ده تي وده الان، يعني ده موجب تي وده موجب ان، يعني ده القيم الموجبه ليهم. اي حاجه في الناحيه الثانيه لو احتجت تحليل هيبقى في الجزء السابق. طيب لو انا جيت كده ورحت راسم محور اكس ومحور واي، معلش عذرا بس اكس وواي، طيب هلاقي الزاوية 40 دي بالتبادل هنا في زاوية 40 تانية، ودي ودي 90 ودي ودي 90، فهلاقي دي برضه كام؟ 40. أنا السرعة لما أكون شغال تانجنت ونورمال بتبقى السرعة مركبة واحدة فقط في اتجاه المماس، السرعة مركبة واحدة ها في اتجاه مين؟ المماس اللي هي 12 ديت في اتجاه المماس. طب أنا علشان أجيب السرعة اللي هي في المماس دي بدلالة الإكس والواي هعمل إيه؟ التحليل البسيط بتاعي أروح قايل في اي بيساوي، هلاقي ال 12 دي بتتحلل ها ساين 40 مع الإكس، وفي الجزء السالب 12 كوزين 40 مع الواي. تمام كده؟ طيب بالنسبة للعجلة، لا ده العجلة في منها عجلة مماسية اللي هي بواحد، وكمان عجلة عمودية لازم أجيبها. طب العجلة العمودية بجيبها إزاي؟ ما هي قانونها ثابت، في تربيع على مين؟ على الرو. طيب الفي أنا كنت مديهالك كام هنا؟ الفي هنا كنت مديهالك ب 12، يعني تربيع ب 144 على الرو اللي هو نص القطر اللي هو 50. تمام كده يا شباب؟ يعني هيطلع 2.8. ده بالنسبة للعجلة العمودية. طيب أنا علشان أجيب بقى العجلة، العجلة بتاعتي هيبقى فيه مركبة مماسية هنا قيمتها 1، قيمتها كام؟ 1. الواحد ده هيتحلل ها نفس التحليل اللي فوق، 1 ساين 40 مع الإكس و واحد أو سالب واحد بقى يتحلل في الجزء السالب ها كوزين 40 مع الواي. أنا فاتح قوس ليه؟ علشان في كمان مركبة عمودية اللي هي قيمتها كام؟ 2.88. طب 2.88 دي هتتحلل بين، هتتحلل في الجزء السالب لإكس والجزء السالب لواي. تحلل هنا سالب 2.88 كوزين 40، وهنا سالب 2.88 ساين 40. طبعا الكلام ده كله ارقام على الاله الحاسبه، وفي الاخر عوض في العلاقه. هو كان طالب ال A بالنسبه لل B، يبقى V A بالنسبه لل B عباره عن V A ناقص V B، وطالب العجله بتاعت ال A بالنسبه لل B عباره عن عجله ال B ناقص عجله ال B،
واخد بالي من الاشارات اثناء الطرح، واحط الاختيارات بتاعتي هنا. هنا دي مركبة السرعة في الاكس، مركبة السرعة في الواي، مركبة العجلة في الاكس، مركبة العجلة في الواي، وبكده يبقى خلص الامتحان. بالتوفيق ان شاء الله.